بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عمر سليم. هنشوف ازاي نتعامل مع الماتريال في برنامج فورميت 360. ده البرنامج بلاقي قائمة هنا في الجنب، هنا مثلا العدد بتاعت البروبرتيز، هنا الماتريال، هنا الليرات. خلينا دلوقتي في الماتريال. دلوقتي انا عندي كذا جروب، ممكن اختار اي جروب فيهم واضيف الماتريال اللي هبدأ اضيفها للاشكال اللي عندي في البرنامج. اقول له مثلا خليني في الحاجات الاساسية، او ممكن اختار اي جروب واقول له هنا ضيف لي حاجة. بيقول انت عايز تضيف كولر ولا عايز تضيف تكتشر ماب ولا نورمال ماب ولا كات اوت ماب. اقول له مثلا خلينا في الكولر، واقول له مثلا هات لي ريد، واروح ادوس على الكولر واختار اللون الاحمر واقول له اوكي. بعد كده بشوف الريفليكشن دايركت هتبقى قد ايه، والريفليكشن اندايركت، والجلوسيس تبدا القيمه بتاعتها، واقول له اوكي. اختار اي شكل انا عايزه وابدا. يعني مثلا خلينا نختار، مثلا عملت سيلكت مثلا العنصر دوت، اختار الريد واقول له من بنت ديت انا عايز ابدا الون. بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له لا، ده انا عايز تكتشر ماب، ادي اي اسم واقول له تكتشر ماب، واختار مثلا الصوره ديت، وبرضه احدد له الريفليكشن والجلوسز واقول له اوكي. وابدا اختار الشكل اللي انا عايزه واقول له انا عايز ابلاي ماتيريال، واختار الاشكال اللي انا عايز احط الماتيريال عليها. تمام. طيب ممكن يكون عايز اضيف حاجات جاهزه مع البرنامج، فبقول له امبورت ماتيريال، ومن كاتيجوري ببدا اختار مثلا الجينريك. هتلاقي اشكال كتيره موجوده، مكتبه كبيره. انا بيديني زي عرض الشكل ده هيبقى عامل ازاي، فبقول له اوكي فاضافت. فبرضه نفس الفكره، ابلاي ماتيريال وهبدا احط الماتيريال مكان ما انا عايز. المكتبه قويه وان شاء الله هتلاقي فيها كل العناصر اللي انت محتاجها. تمام. طيب ممكن اقول له كوبي وانسخ الحاجه تاني، يبقى معايا من نسختين، دي باسم وده باسم. اقول له ديليت، اقول له لا ده انا عايز اللون الافتراضي الاول كان احسن، وهكذا. دي فكرة الماتيريال في برنامج فورمات 360. برنامج قوي حاليا في الفترة ديت، بحاول اتعلمه كويس، بالذات الانرجي اناليسيز وبرنامج الداينامو. الاتنين دول انا بتنبأ لهم بمستقبل كويس ان شاء الله.